السلام عليكم. مغردون يتداولون تصريحات لجنرال سابق بالجيش الأمريكي يتحدث عن الاستخبارات السعودية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لجنرال السابق بالجيش الأمريكي جاك كين، تحدث فيها عن الاستخبارات السعودية. وتصريحات الجنرال المتداولة جاءت في مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز في 2 نوفمبر 2022، حيث سئل عن نفي طهران ما ورد بتقارير استخباراتية سعودية عن هجوم إيراني وشيك محتمل. وقال جاك كين: أنا أصدق نظام الاستخبارات السعودية الذي يعتبر ممتاز، وخصوصا عندما يكون مركزا على إيران. وأضاف: بالطبع لدينا معلومات من جهتنا أيضا والإسرائيليون كذلك. وصرح في عام 2019 نفذ الإيرانيون هجوما ناجحا في حقول النفط السعودية. وهنا ما يدعو للقلق، ليس الحوثيون فقط يطلقون صاروخا أو اثنين باتجاه الرياض. وتابع قائلا: بالمناسبة قدم السعوديون للولايات المتحدة معلومات استخباراتية بأن الإيرانيين من المحتمل أن يهاجموا أربيل، وهي مدينة في شمال العراق والتي نشير إليها بكردستان، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.